اهدي يا هدى. ازاي كانت قدام عيني وفجأة؟ ازاي كده؟ ازاي انا اسقاها؟ ما شفتيش اللي انا شفته؟ ما شفتيش اللي انا شفته؟ مش هقدر اشوفه. ليه؟ تقدري تشوفي انا بحلم بايه؟ لا ما تقدريش، لان ده عالمك الخاص. يعني تقصدي ان اللي انا شفته ده كله حلم؟ لا، انا سمعت صوت مزيكا ودوشه وناس بتضحك، عشان كده خرجت بره الاوضه، واول ما خرجت لقيت. من فضلك من فضلك يا هدى، مش عايزة أعرف أنتي شفتي إيه أو لقيتي إيه، لأني مش هقدر أتخيله. أنا عايزة أمشي من هنا، عايزة أمشي. أنصحك إنك تحاولي تنامي شوية. سلام عليك. انت هتجيلنا امتى يا ست هدى؟ سلام عليك. أنا فاطمة، ممكن تفتحي لي؟ حاضر. صباح الخير، الفطار جاهز، أنا في انتظارك تحت. يعجبك النوع ده من الفطار ولا لأ؟ آه طبعًا، بس ده كتير قوي. وبعدين هو انا هفطر لوحدي ولا ايه؟ لا، مارلين جايه حالا عشان تفطر معاكي، ويمكن كمان عم جرجس والسواق. ولا انت ما تحبيش انهم يفطروا معاكي؟ لا ابدا، يا ريت.
هو حضرتك مش هتاكلي معانا ولا ايه؟ لا انا مش هقدر اكل، بس انا كفايه عليا اشوفك وانت بتاكلي ومبسوطه. امبارح كنت هتسيبي البيت، كانت اعصابك تعبانه شويه. ايوه لدرجه ان انا حلمت حلم فظيع. انا عايزاكي تطمني، ما تخافيش، انت اقوى مما تتصوري صدقيني. حاول. اهي مارلين جت. صباح الخير. صباح النور. ها قدرت تنامي؟ في الاول نمت شويه وبعد كده صحيت على كابوس. معلش عشان كان اول يوم ليكي في بيت غريب عليكي، بكره تتعودي. ابقي خلي بالك لما تبقي ماسكه شمع مولع، كان ممكن تحرقي البيت. قصدك ايه؟ انت مش امبارح وقع منك الشمعدان على الارض ساعه ما شفتيني عند باب الاوضه؟ هو انا ما كنتش بحلم؟ انت ناسيه اللي حصل بالليل ولا ايه؟ بس انا كنت متخيله ان هو مجرد حلم. جايز. يعني ايه؟ يعني انت شفتيني وانا بصرخ والشمعدان بيقع على رجلي؟ ايوه طبعا. وبعد كده دخلنا الاوضه وقفلت الشباك والستاير وسبتك تنامي. ايوه بس بعد ما انت مشيتي دخلت واحده كده محجبه او لابسه خمار كده. ارجوك يا هدى، مش عايزه اعرف انت بتشوفي ايه. مش هقدر اساعدك، لازم تساعدي نفسك. لا 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 لا، لو اللي حصل امبارح ده حقيقه يبقى ما ينفعش اقعد في البيت ده ولا دقيقه واحده. وقفتي ليه؟ انت عايزه تمشي ولا ايه؟ ايوه همشي. انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انا اصلا مش فاهمه انا جيت البيت ده ليه. من فضلك وطي صوتك، البيت ده له نظام والصوت العالي في البيت ده مش مستحب. وبعدين انت عارفه كويس ان محدش بيجبرك انك تقعدي في البيت ده، ده اختيارك انت. وفي اي لحظه هتقرري تمشي محدش هيمنعك. انت بتعملي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت طلعتي لي منين؟ انت دايما مخضوطه كده على طول. انا كنت في البلكونه، انت بقى بتعملي ايه؟ وايه الغضب ده كله؟ انا خلاص همشي من هنا. تاني؟ طيب على راحتك يا بنتي. تقدري تقولي لي ايه الغرض من وجودي هنا؟ ايه السر ورا ده؟ مين رضوان الرحايمي وليه عايزني ابقى هنا؟ وايه حكايه الست شهور؟ وبصراحه بقى كل اجاباتكم عن الموضوع ده في الكنافه. تعرفي ان انا بعمل كنافه طعمه قوي يا ستي؟ بالهنا والشفا على اللي هياكلها. انا بتكلم ان كلامكم مش موزون، ما يدخلش العقل. انا لازم اعرف السبب اللي جابني هنا. 604. تاني 604؟ ايوه. انت مش اكتشفتي ان الرقم ده ليه دور مهم قوي في حياتك؟ اسمعي يا هدى، انت هنا مش بالصدفه، انت هنا لسبب، والسبب ده لازم انت اللي تكتشفيه بنفسك. وساعه ما تكتشفيه هيبقى عندك اجابات كبيره جدا لكل الاسئله اللي ممكن تخطر على بالك. ويا ستي في الاول وفي الاخر باب العزبه مفتوح، تقدري تمشي وقت ما انت عايزه. عن اذنك. Ah!
عنك يا ست هدى، عنك. ايه؟ وشك حلو يا ست هدى، النور جه. تقدر تفهمني ايه معنى اللي حصل لي ده؟ ولا حاجه، اغمى عليك ووقعت من طولك، بس الحمد لله واقفه على رجليك اهو. لا ما انا عارفه ان انا اغمى عليا، انا عايز اعرف ايه معنى اللي حصل ده، وليه حسيت ان انا بتخانق مع كل سلمه بخرجها بره البيت. انا حاسه ان انا خايفه اقعد في البيت ده، وفي نفس الوقت خايفه امشي. حسيت ان انا بموت. وبعدين انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يعني لا تلفزيونات ولا موبايلات، انتوا بتعملوا ايه؟ انت صليتي النهارده يا ست هدى؟ جرى ايه يا عم جرجس؟ ما بلاش انت. عشان انا مسيحي يعني؟ ماشي، بتتك قوي على جرجس؟ جرى ايه يا عم جرجس؟ ماشي، برضه هسألك تاني. انت صليتي النهارده يا ست هدى؟ أنا عن نفسي صليت ودعيت وجددت إيماني ويقيني بإلهي وثباتي على ما أؤمن بيه. بكده بحس إن ليا ظهر، ليا كبير، فبطمن وبتهدى نفسي. كلامك حلو، دخل قلبي. طب تعالي تعالي وأنا هفهمك أكتر. تعالي. أنا مش فاهمة اللي أنت قلته ده. لا أنا فاهمة. بص أنا حاسة أكتر من ما أنا فاهمة، أنت فاهمني؟ كويس، كويس جدا، وأنا هسألك مرة تانية. أنت متأكدة إنك رحت بيتك وشفت صاحبتك؟ متأكدة إنك شفت ده بتفاصيل واضحة؟ والله ده اللي أنا شفته في الحلم. شفتها وسمعتها بتكلمني. ده إذا كان حلم من أساسه. في الأول أنا ما كنتش عارفة أرد، وبعد كده رديت وقلت لها أنا عايزاكي. هو التفسير اللي أنت بتقوله لي ده تفسير غريب يعني على مخي، بس أنا حاسة إن هو صح.
وكمان بيفسر لي لما هي كانت بتقولي ان انا كنت ببقى معاها وفجأة بتلاقيني مش معاها. ده اكيد. عم جرجس، هو انا موجود عشان الحاجات دي؟ انا ما اقدرش اقولك اه او لا، انت اللي لازم تكتشفي سبب وجودك. وخليني اقولك ان ده مش هيحصل ببساطة، لا. انت يمكن تواجهي وجع كتير وتشوفي امور مفيش اي انسان يقدر يتحملها. هنا يا بنتي الخير موجود والشر برضو موجود، عشان كده لازم تحصني نفسك. من ساعة ما دخلت البيت ده وانا عايز اسأل عن الصور دي، عايز اسأل عن البرواز الفاضي. اه برافو، هو ده اهي ابتدت تندع زي ما بيقولوا. كان لازم تسألي عن الصور دي كده، صح؟ وليه لازم؟ لان في علاقة كبيرة بينك وبين الصور دي. وايه هي العلاقة بقى؟ ما هو ده اللي لازم تكتشفيه بنفسك. اهو هو ده، ده اللي بيخليني مش عايز اسأل، لاني لما بسأل ما بلاقيش ردود او بيترد عليا باجابات نص كوم زي اللي انت بتقولها لي دي. اصل موضوع الصور ده تبعي انا، ومحدش هيقدر يجاوبك عليه غيري انا. انا كنت مستنيكي في الاول تسألي مين دول، اما علاقتك ايه بيهم ده اللي لازم تعرفيه بنفسك. المهم الاول تعرفي مين دول. يعني ممكن يبقوا من اهل البيت او من اصحابه، حد من العيلة. بس ايه التواريخ دي؟ دي بقى تواريخ وفاتهم ولا تواريخ ولادتهم؟ ده تاريخ ولايتهم. ولايتهم؟ يا خبر، قطع النور تاني. برضو حنكمل. ده الشيخ الرحيم الكبير، كبير الحكاية وكبير العيلة، هو اللي بنى البيت ده وعنده كل أسراره، عنده كل أسرار البيت ده، وكل اللي في الصور دول عندهم أسرار البيت ده. إيه هي بقى أسرار البيت ده؟ بقولك أسرار، تقولي لي إيه هي؟ يعني أسرار زي إيه؟ أنا مش فاهمة. البيت ده غير أي بيت، في حاجة غريبة محدش فاهمها ولا فاهم سببها. يمكن لأنه اتبنى على حتة أرض لها خصوصية عجيبة. أقولك إيه بس يا هدى بنتي، كل حاجة في الدنيا عبارة عن ذبذبات، والمكان ده فراز بيفرز الذبذبة الشريرة عن الذبذبة الطيبة، وينقي الشرير من شره حسب طلبه، ويدي الطيب رؤية واطلاع. ياما ياما شوافين جم على المكان هنا، وياما معالجين شافوا ناس من قلب البيت ده. البيت ده طول عمره هدف للأشرار، عايزين يدمروه ويوقفوا خيره، ولسه عايزينه ومستنيين الفرصة عشان يعملوا كده. لكن أكيد أكيد مش هيسمح لهم. هو مين؟ ومين اللي مش هيسمح لهم؟ دي معركة قديمة يا بنتي، معركة قديمة بين الخير والشر، معركة مكملة اليوم الدينونة. حلقات بتسلم حلقات بتسلم حلقات، ويمكن تكون انت حلقة منهم. جالك رعشة يا بنتي؟ ايوه، ساعات كده بتجيني من الوقت للتاني. خير خير يا هدى يا بنتي. اكمل بقى حكاية الرحيم الكبير. لا معلش يا عم جرجس، مش قادرة، معلش سامحني.
انا حاسه ان انا عايزه انام. طب اطلعي يا بنتي، اطلعي استريحي ومسيرنا نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. تصبحي على خير. عم جرجس صباح الخير. صباح الورد يا ست هدى. امال فين ست فاطمه؟ الله وحده اعلم. انا كنت عايزه اسالك عن الراجلين اللي واقفين عند حمام السباحه، مين دول؟ راجلين مين؟ راجلين كده واقفين عند حمام السباحه، شفتهم امبارح ورجعت شفتهم تاني النهارده. شكلهم ايه؟ عادي يعني، واحد يمكن طويل شويه والتاني قصير شويه. ايوه. أنا مش عارف أقول لك إيه يا ست هدى، بس هو مفيش حد في البيت غير أنا وأنتِ ومارلين. لا والست فاطمة. والست فاطمة طبعًا، بس أنا بتكلم عن دلوقت، مش أنتِ بتقولي شفتيهم دلوقت؟ أيوه. خلاص يبقى بيتهيألك، أو يمكن حد بيعكسك. اسمعي يا ست هدى، ممكن يكون حد بيعكسك وعاوز يخوفك. أنت تقصد إيه؟ إن دول ناس مش عفاريت؟ لا أنا ما قلتش كده، بس حمام السباحة ده غرق فيه اتنين، عبود الرحايمي وفاطمة الرحايمي الله يرحمهم. إيه البساطة اللي أنت بتتكلم بيها دي؟ يا عم جرجس أنت كده بتخوفني. عندك صور للراجلين دول؟ عندي، بس مش هوريهم لك. ليه بقى إن شاء الله؟ أثرها هيبقى وحش عليكي جدا يا ست هدى لو طلع انك شفتي عند حمام السباحه اتنين ميتين من 64 سنه، مش كده؟ اقف مكانك. انت مين؟ انت اللي مين؟ هدى. اسمي هدى. وبتعمل ايه في ارضي؟ ارضك ازاي بس؟ ارضي يعني ارضي؟ انت جاي منين؟ من البيت اللي هناك ده. بيت الرحايمة؟ ايوه. انت من دمهم؟ لا لا مش من دمهم. لا نزل البندقية دي. انت صحيح مش من دمهم ولا بتنكري؟ وربك يا عمر مش من دمهم. نزل البندقية دي لو سمحت. ايه يا بنتي اللي جامك عند الناس دي؟ دي حكايه طويله قوي. هو الناس دول مالهم؟ انت تعرفهم؟ انت بالك قد ايه هناك؟ ليلتين. وعايزه تقولي لي في الليلتين دول ما حصلكيش اي حاجه غريبه او عجيبه؟ بالعكس، لو على كده حاجات كتيرة قوي حصلت لي. واضح ان اللي حصل عجبك. لا ده رعبني. اسمعي يا بنتي، انفيدي بجلدك من البيت ده. البيت ده مش كويس. الناس اللي عندك دول بيمارسوا السحر. والله، وسحر اسود كمان. دول بيتعاملوا مع مارد جبار، عايزين يقدموكي قربان لواحد من ملوك الجن.
زي ما عملوا مع اللي قبلك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متأكد من الكلام ده؟ هو حضرتك مين؟ انا جاسم، عمدة الناحية دي كلها، ودي أرضي اللي فيها بيتي. بص يا بنتي، أنا عارف إنهم محرمين عليك الخروج من البيت، أكيد مخوفينك بحاجة لحد وقت معين هم عارفيني كويس. ياما ناس جت كتير قوي واختفت ومحدش يعرف عنهم أي حاجة. وهي الحكومة ما بتقبضش عليهم ليه؟ مش عارفين يثبتوا عليهم حاجة. أنت ليه ما حاولتيش تهربي؟ هما بيمنعوكي إزاي؟ لا هما ما بيمنعونيش، أنا اللي كل مرة بفكر أخرج بيحصل لي حاجة غريبة. يعني آخر مرة كنت عايزة أمشي حسيت إن أنا مخنوقة ونفسي بيروح. سحر اسود. شفتي يا بنتي؟ تعالي اهربي، اتفضلي عندي. بس أنا معرفكش. ما أنت ما تعرفهمش. يا بنتي أنا إنسان عادي وعارف ربنا كويس وقادر إني أحميكي، بس بإرادتك. هو أنت فعلا شكلك راجل طيب، بس أنا ما شفتش منهم حاجة وحشة، بس كمان شفت في البيت حاجات غريبة قوي. لو احتجتيني أنا موجود وأكيد هتلاقيني. وأديك عرفت طريق هدى. واضح إنهم بيدوروا عليكي، عايزة تروحي؟ بعد إذنك. في أمان الله وحفظه. أنت كنت بتعملي إيه؟ كنت بتمشي شوية. كنت بتتكلمي مع مين يا هدى؟ ده واحد بيقول إنه اسمه جاسم وبيقول جاسم؟ إن هو الشخص ده أنا مش برتاح له. طيب لو حابة تقولي لي كان بيقول لك إيه اتفضلي. يا أختي مش عايزة أقول لك حاجة، أنا عايزة أروح. خلي عينك عليها، أنا مش مطمنة لحاجات كتير بتحصل حوالينا. إحنا محتاجين الست فاطمة، إحنا تعبناها معانا كتير، لكن دورها مهم دلوقت. هي جاية حالا. إزيك يا هدى؟ فاطمة فينك؟ مختفية ليه كل ده؟ كنت تعبانة شوية لكن الحمد لله أنا دلوقتي أحسن. طمنيني على أخبارك. في حاجات كتيرة ملخبطاني وكنت عايزة أحكي لك. احكي يا بنتي. أولاً أنا شفت راجلين واقفين هنا عند حمام السباحة، ولما سألت عم جرجس قال لي إن مفيش حد، مفيش رجالة في الفيلا هنا غيره، وقال لي كمان ان في المكان ده في اتنين غرقوا هنا قبل كده. عبود وفاطين. ايوه عبود وفاطين. ده حاجه كويسه قوي. طب وجاسم العمده؟ جاسم ده خلي بالك منه، هو عمده الناحيه، بس انا عمري ما ارتحت له خالص. ليه؟ ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. انا سمعت ان انت زرتي عزيزه. مين قالك؟ جرجس. هو انا ما زرتهاش، بس حلمت ان انا زرتها. انت زرتيها وهي شافتك. انت حاسه انك محتاجه لها؟ بصراحه ايوه. يعني وجودها هيهديكي ويطمنك؟ انا حاسه كده. ولو ان البيت ده مش اي حد بيدخله، يعني مش بالسهل كده، لكن انا هستأذن عشان يخلوها تيجي.
بس يا ريت هي ترضى. هتيجي، انا هخليها تيجي، عوادها هيكون عندها النهارده. هو انتوا ناس طيبين ولا وراكوا حاجه وحشه؟ احنا عايزين نقتلك. ايه؟ بقول لك الايام هتثبت لك. انت سمعتيني بقول حاجه تانية؟ ايوه، انت فعلا قلتي حاجه تانية. هدى انت كويسة؟ يا اختي ايه البيت ده؟ هو انت قاعدة هنا ازاي؟ لا مش وقت، ولما نطلع بحب احكي لك كل حاجة. تعالي تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما تتخضيش، بالراحة. دي مارلين شغالة هنا. طبعا. وماله؟ تشتغل ما تشتغلش ليه؟ ايه؟ همشي انا بقى. تمشي فين بس؟ هو انا بخوف قوي كده؟ لا لا سمح الله، ينقطع لساني اللي يقول عليكي كده. يلا نطلع الاوضه يا عزيزه. يلا يا اختي. هو ايه اللي انت لابساه ده؟ لا مش وقته خالص الكلام ده. يلا بقى تعالي.